بسم الله والحمد لله ورحم الله الإمام أبي حنيفة النعمان. هذا كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين، تأليف الشيخ كمال الدين البياضي، المتوفى سنة 1097 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة 1428 هجرية. يقول: وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: كان الله تعالى ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين أي مكان، ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء موجد له بعد العدم، فلا يكون شيء من المكان والجهة قديما. رحم الله البياضي ورضي الله عنك يا أبا حنيفة النعمان، وأشهد أن الله موجود بلا مكان.